السلام عليكم، أنا الدكتور محمد خالد البدوي، رئيس قسم جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري بمستشفى السعودي الألماني حائل. هنتكلم النهاردة عن آلام الظهر. آلام الظهر هي الشكوى الرئيسية الشائعة اللي بتجيلنا في عيادة جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري. تتراوح أسباب آلام الظهر ما بين أسباب بسيطة جدا إلى أسباب شديدة أو خطيرة، والنهاردة هنتكلم عن حالة من حالات آلام الظهر نتيجة أسباب خطيرة. مريضتنا بنت عمرها 20 سنة، كانت بتشتكي من آلام بالظهر لمدة 3 أسابيع. الآلام كانت شديدة لدرجة إنها كانت لا تستطيع الحركة، تعتبر طريحة الفراش. جات لنا البنت بالطوارئ وتم استدعائي، وبعد الفحص وعمل اللازم وعمل الأشعات تبين إنها عندها ورم بالفقرة 11 الصدرية بمنتصف العمود الفقري زي ما احنا شايفين على المثال اللي قدامنا هنا. والورم ده تشعب بالفقرة كاملة وكمان بجزء من الضلوع المحيطة بالفقرة، وتسبب ان هو حصل كسر بالفقرة، وده كان السبب الشديد بالألم. تم عمل الأشعات اللازمة والفحوصات اللازمة، وتبين ان الورم ده ورم أولي في العمود الفقري، يعتبر من الأورام الخبيثة لكن في مكانها، لا تنتشر للجسم لكن خبيثة في المنطقة اللي فيها الورم. تقرر ان احنا نعمل جراحة للبنت. في الحالات اللي زي ديت دائما التدخل الجراحي بيشمل حلين. الحل الأبسط والأسهل والمعتاد والشائع أكثر إن إحنا بنعمل تثبيت للفقرات من الخلف زائد رفع الضغط عن النخاع الشوكي، وبنسحب عينة من الورم عشان نحلل الورم. ده الحل الأسهل والأأمن، لكن بيصاحبه بعد كده إن إحنا بعد تحليل عينة الورم قد نحتاج لعلاج كيماوي أو إشعاعي، ورحلة صعبة شوية. عادة الحل ده بيكون أكثر في مرضى في كبار السن، مرضى كبار السن. لكن في حالة مريضتنا علشان عمرها هو 20 سنة، قررنا ان احنا نعمل الحل الاصعب. اللي هو ايه الحل الاصعب؟ ان احنا بنعمل استئصال كامل للفقرة، استئصال كامل للورم، الفقرة من الخلف ومن الامام والجزء من الضلوع المتصل بالفقرة اللي مصاب بالورم. طبعا الحل ده هو الاصعب لعدة اسباب. اولا ان الورم الفقرة 11 صدرية، خلفها على طول النخاع الشوكي، وأمامها أعضاء البطن والرئة والشريان الأورد. الأصعب، ولكن قررنا إجراء جراحة حياة مريضتنا، وتم تجهيز العملية، وتم استخدام جهاز تتبع وقياس الوظائف العصبية أثناء طول فترة الجراحة عشان نكون بأمان. وعملنا استئصال كامل للفقرة، الجزء الأمامي من الخلف، الجزء الأمامي من الفقرة تماما، والجزء الخلفي والضلوع المرتبطة بها بجرح بسيط من الظهر. تمت العملية بنجاح، وتم تثبيت الفقرات، وضع دعامة مكان الفقرة التي تم استئصالها، وتثبيت الفقرات من الخلف. وبعد العملية ثاني يوم من العملية مباشرة مرضتنا مشيت على رجليها، كانت أول مرة تقدر تمشي على رجليها تقريبا من فترة شهر، و تمت العملية بنجاح الحمد لله. وأرسلنا الجزء المستأصل من الفقرة للتحليل، وتبين فعلا أنه ورم بالفقرة، لكن بفضل الله بما أنه تم استئصال الورم بالكامل فبالتالي مرضتنا لا تحتاج لعلاجات أخرى للأورام، وعادت لحياتها الطبيعية بفضل الله. ماشي، وقف. هنقول هو المستشفى. ماشي خلاص، ما كفاية، ما كفاية، احنا هنقول ايه بقى؟ نقول مثلا ان العمليات دلوقتي صارت باسهل. ماشي، اسهل بتاخد بقى ان هي مسافه السعوديه الالماني. ماشي، 1 2 3 اكشن. بفضل الله، بفضل الامكانيات الطبيه والاجهزه والطاقم الطبي بمستشفى السعودي الالماني بحائل، يمكن اجراء مثل هذه الحالات بسهوله، واجراء العمليات الجراحيه المثلى والحل الافضل من مبدأ نرعاكم كأهالينا.